في السياق ذاته، أعلن الوزير الأول عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023. وأوضح الرجل الأول في الحكومة أن هذا القطب النقدي سيكون متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود. وبناء طبعا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، فسوف يقوم بنك الجزائر بإنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بعد الاستقلال، ونبدأ في إنجازه إن شاء الله في بداية من سنة 2023، وسوف يكون قطبا متميزا وقطبا استشرافيا بما سيضمه من خدمات ومن هيكل.